وينضم إلينا من القاهرة ياسر أبو سيدو النائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح. أهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة على القاهرة الإخبارية. سيد ياسر، يعني نشهد تصعيدا إسرائيليا، يعني العنف مستمر، وحتى الآن نشاهد هذه الصور الحية من قطاع غزة. ما زال القصف مستمر على العديد من المناطق وخاصة المناطق الشمالية من قطاع غزة. أيضا كان هناك اشتباكات مدفعية في شرق خان يونس بسبب هذا التوغل الحدودي أو التوغل الإسرائيلي الذي تحدثوا عنه أنه سيكون متوسع. كيف ترى المشهد الآن في ظل هذا التصعيد وأيضا يعني الوصول إلى المستشفيات بشتى أنواعها وشتى أماكنها، كما تحدثت قبل قليل إيمان عن مستشفى القدس وأيضا مستشفى الإندونيسي، وكذلك الوضع في مختلف المستشفيات التي تم قصفها بآلية الجيش الإسرائيلي؟ أختي العزيزة، أولا أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين، وأرجو من كل من يشاهد هذه المناظر الإرهابية البشعة التي تأتي من خلال الجنون الصهيوني ألا يستغرب ذلك من عدونا، لأن هذا العدو الصهيوني منذ وجد على وجه الأرض وهو ليس أكثر من كلاب مسعورة تحاول أن تقتل الأطفال والنساء والمدنيين، وهذا عهدناه بهذه الفئة الضالة منذ معارك أريحة مرورا بما سموه حرب التحرير أو إقامة الكيان الصهيوني في عام 1948، وما جاء معه من مذابح مثل دير ياسين والسموع وبحر البقر وغيرها، وهذا هو ديدن هذه الصهيونية التي ترى أنها شعب الله المختار الذي من حقه أن يقتل من يقتل ولا يراجعه أحد. وللأسف نلاحظ أيضا أن أمريكا من تدعي رعاية السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان تقف في ظهر العدو الصهيوني وتدعمه بالعتاد والرجال وبالأسلحة الفتاكة أمام قطاع غزة. ومن يعرف قطاع غزة يعرف أن لا يوجد أي مقارنة بين قوة العنف الإسرائيلي وبين سيد ياسر وأن تتحدث معنا، نتابع هذه الصورة المباشرة لقطاع غزة وهذه ربما منطقة أخرى بخلاف المناطق التي استعرضناها منذ قليل، ويبدو تصاعد لأعمدة الدخان بالفعل. إذن حالة من الاستمرار لهذه الغارات من الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة، قصف جديد وغارات جديدة أخرى في هذا اليوم 29، إذا نقارب بشهر تقريبا على هذه الحرب على داخل القطاع وهذا العدوان الإسرائيلي. اسمح لي أذهب معك إلى النقطة اللي ذكرتها، حضرتك تحدثت عن أمريكا وتحديدا الدعم الذي تقدمه إلى إسرائيل اللامحدود، من هذا أنطلق مع حضرتك إلى الزيارة التي قام بها بلينكن قبل مغادرته إلى تل أبيب في البداية. منذ يومين كان هناك تصريح بمحاولة الضغط على إسرائيل لتخفيف الحدة وتخفيف الهجمات على المدنيين والسعي نحو هدن إنسانية. هل ترى أن ما خرج من هذه الزيارة يتفق مع ما أعلن قبل بدايتها؟ أختي العزيزة، لا يمكن أن يكون التحليل دقيقا إلا إذا عرفنا ما هي العلاقة بين العدو الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة وبين القوى الأمريكية التي بنت أفكارها على كذب. هذا الكذب جاء من وزراء صهاينة دعوا أن الفلسطينيين ذبحوا أطفال وهذا كذب، وأن الفلسطينيين يريدون تدمير أو كما يسمي نتنياهو يريدون تدمير الحضارة وأن الفلسطينيين هم أناس متخلفين، وهذا يناقض الحقيقة. فأمريكا إذا خسرت إسرائيل فإنها ستخسر الكثير في
بالمنطقة منطقة الشرق الأوسط، لذلك تفعل كل ما تستطيع من أجل أن تنقذها من كارثة 7 أكتوبر كما أنقذتها في السابق من كارثة 6 أكتوبر التي قامت فيها مصر ودمرت فيها خط بارليف اللي كانوا يسموه الخط المستحيل تدميره ومستحيل اجتيازه. إسرائيل تقوم على الكذبة الأساسية، هذه الكذبة أن من حقها أن تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد، وأن أمريكا تساعدها بأن تتخطى القانون الدولي وتغطيها برغم كل هذه الجرائم التي ترتكبها، وكأني بالصهاينة قد نسوا ما فعله بهم هتلر والآن يفعلون ذلك مع شعبي الفلسطيني، يفعلون هولوكوست جديد. هذا الهولوكوست قائم على الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي الأعمى في سبيل إبادة شعب فلسطين، وهذا لن يكون. ليطمئنوا وليرتاحوا بالا، لن ينتهي الشعب الفلسطيني، وسنبقى نقاتل هؤلاء الناس إلى أن نحقق تحرير بلادنا. وكل ما يدعوه من أنه سيهجر الفلسطينيين إلى سيناء، نقول لهم هذا في خيالكم المريض، لأن سيناء هي أرض مصرية وأرض مقدسة لإخواننا المصريين ولنا أيضا.